انتشر خبر يقول بامر السيد مقتدى الصدر الكتله الصدريه تحرك شكوى قضائيه ضد الموظفه في وزاره الخارجيه سمر بشير القيسي بهاي الطريقه انتشر الخبر اليوم الصبح بوسائل الاعلام وقروبات الواتساب ومرفق بهاي الوثيقه اللي مكتوب عليها فوق نصار صغير الربيعي طبعا المشتكي رئيس الكتلة الصدرية واني يعني على حسب علمي اتذكر انه السيد حسن الأعذاري هو رئيس الكتلة الصدرية الحد ما انسحبت ونصار الربيعي بالحقيقة الرجال حتى ما رشح للانتخابات. شنو اللي تغير وصار نصار الربيعي عنوان رئيس الكتلة الصدرية ما اعرف، على كل حال سمر القيسي هي موظفة بعنوان سكرتير اول في وزارة الخارجية العراقية. انتشرت صورتها وهي قاعدة بالقاعة اللي يخطب بها رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ومخلية على إذنها سماعات مال مثل ما ظهر بالصورة ومنتبه كل هوايه على الخطاب اللي تحدث به نتنياهو بالجمعية العمومية في نيويورك وذكر بها أن العراق يصطف إلى جانب دول أخرى وسماهم بمحور الشر أو من هذا القبيل يعني هاي الحركة أو هاي الصورة اللي انتشرت أثارت غضب أغلب العراقيين وكذلك أثارت تساؤلاتهم استغرابهم بعدة نقاط النقطة الأولى أنه أكو وفود عربية وإسلامية وكذلك الوفد العراقي انسحب قبل أن يبدأ نتنياهو في كلمته بطريقة احتجاجية كلمة رئيس الوزراء العراقي والوفد العراقي اللي كان متواجد به كان قبل هاي الحادثة أو قبل كلمة نتنياهو بيوم لم تعلق وزارة الخارجية إلى هذه اللحظة ولم توضح أي شيء هل الموظفة بقيت متعمدة بخيارها الشخصي أم أنها كلفت من الوفد من رئاسة الوفد من الوزارة بأن تبقى لتدوين بعض الملاحظات شنو الموضوع بالضبط ما حد يدري أكو دعوة قضائية أمام القضاء تنظر بيها والدعوة خطرة تتحدث عن تطبيع يعني تخضع لعقوبات اللي وارده في قانون تجريم التطبيع اللي بعضها يصل الى الاعدام. اكو صخب اعلامي وشعبي رافقته مجموعه من البيانات صدرت من من نواب الأخ النائب سعدون الساعدي ايضا وجه الى وزاره الخارجيه كتاب واكو كتاب اخر صدر من لجنه العلاقات الخارجيه بمجلس النواب بنفس الصدد الى غايه الان وزاره الخارجيه لم ترد ولم توضح ملابسات هذا الامر